سلامتك. نعمل مقابلة. ابراهيم شوي بخلص برجع لك، ثواني بس. جلده. القصف صار صاروخين مباشرتين للمبنى، وقصد القتل والعمد في القتل وتهجير. واحنا بنقولهم احنا قاعدين في شعبنا وفي ارضنا وقاعدين هان، وفي شينا فرق بين مسلم ومسيحي، وهذا احتلال غاشم. اللي لا يحترم لا كنائس ولا مقدسات ولا بيحترم اماكن. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي أنفسنا وإخواننا المسيحيين الفلسطينيين في هذه المذبحة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال بحق دماء فلسطينية اختلطت فيها دماء المسلمين مع دماء المسيحيين من أبناء فلسطين، في استهداف مباشر من قبل طائرات الاحتلال لمبنى الكنيسة، كنيسة الروم الأرثوذكس، لتخلف 18 شهيدا اختلطت فيها دماء أبناء فلسطين من المسيحيين والفلسطينيين، لتثبت مجددا بأن هذا الاحتلال لا يميز بين فلسطيني وآخر، فكلنا أمامه سواء. مجدك الذي لا يوصف أيها الشهداء القديسون، لأنهم عليك وضعوا رجاءهم. يا إلهنا الصنع هللويا هللويا. من كل ظلام